بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الفصل الثاني، نظم المعلومات الإدارية والمنظمات. أول حاجة هنتكلم عنها احتياج المؤسسات والمنظمات إلى المعلومات. تاني حاجة أبعاد نظم المعلومات الإدارية، وهي المنظمات والإدارة والتكنولوجيا. تالت حاجة عندنا أنواع القرارات الإدارية في المنظمات. رابع حاجة نظم المعلومات والمستويات الإدارية للمنظمات. عندنا 4 نظم هنتكلم عنهم: نظم معالجة المعلومات TBS، نظم المعلومات الإدارية MIS، نظم دعم القرار DSS، نظم دعم الإدارة العليا والتنفيذية ESS. آخر حاجة عندنا العلاقات التبادلية بين نظم المعلومات في المنظمات. احتياج المؤسسات والمنظمات إلى المعلومات. المعلومات جزء حيوي من أي منظمة. إحنا عندنا في أي منظمة بتحتاج المعلومات، وبيختلف حجم المعلومات دي باختلاف حجم المنظمة. طب إيه المعلومات اللي ممكن تحتاجها المنظمة؟ معلومات حول آراء العملاء في المنتج، معلومات عن المنافسين بتوعي، معلومات عن الموظفين اللي شغالين في الشركة ولو ليهم شكوى، معلومات عن التغييرات السياسية، معلومات ازاي انا اقدر اوصل المنتج بتاعي ده للسوق. طيب احنا قبل كده قلنا في الفصل الاول ان احنا عندنا نوعين من مصادر المعلومات. ايه هما؟ مصادر داخلية ومصادر خارجية. وعرفنا ان المصادر الداخلية دي بتبقى حاجة جوه الشركة نفسها، زي ايه؟ زي الموظفين والمدراء. طيب المصادر الخارجية بتاعتنا دي حاجة خارج المؤسسة او خارج الشركة، زي ايه؟ زي العملاء والبائعين وخبراء الصناعة ووسائل الاعلام. المعلومات دي مهمة للشركة، وانا ممكن استخدمها في ايه؟ ملء الفجوات المعرفية. ازاي؟ ان اقدر استفيد من كل المعلومات الاخرين وخبراتهم. تاني حاجة ان انا اقدر احدد الفرص بتاعتي. تالت حاجة التركيز على التهديدات التنافسية. رابع حاجة اتخاذ القرار الافضل. ابعاد نظم المعلومات الادارية. يتطلب استخدام نظم المعلومات الادارية بفعالية وكفاءة الفهم الكامل لابعاد نظم المعلومات، وهي المنظمات والادارة والتكنولوجيا. وهنتكلم عن كل واحدة فيهم دلوقتي. أول حاجة عندنا منظمات. العناصر الأساسية لأي منظمة عندنا هي الأفراد، الهياكل، الإجراءات التشغيلية، السياسات والثقافة. طيب إيه هي الإجراءات التشغيلية دي؟ الإجراءات التشغيلية دي عبارة عن قواعد رسمية معدة لفترة طويلة، بتبين طريقة إتمام وتنفيذ مختلف المهام. ممكن تكون الإجراءات دي رسمية ومكتوبة، وممكن تكون عبارة عن تطبيقات غير رسمية وشفوية. الثقافة، كل منظمة ليها ثقافة فريدة. بمعنى ايه؟ بمعنى مجموعة اساسية من الافتراضات والقيم والمهارات، ولازم تحظى بقبول من جميع الافراد فيها. وبعد كده زي ما معروف عندنا ان كل المنظمات تقريبا بتتكون من وظائف اساسية، وهي المبيعات والتسويق، الانتاج والامداد، المالية والمحاسبة، وادارة الموارد البشرية. وعشان احقق الهدف العام للمنظمة لازم كل الوظائف دي تعمل بشكل متكامل، لان اي اداء اي وظيفة منها بمعزل عن الوظائف الاخرى لن يحقق اهداف المنظمة. تاني حاجة عندنا الإدارة. الإدارة هي تحقيق الغايات التنظيمية بكفاءة وفعالية من خلال التخطيط والتنظيم، توجيه، مراقبة الموارد التنظيمية، أو أنها القدرة على تحقيق الأهداف بواسطة الآخرين. يعني مثلا عندنا المديرين هم اللي بيصنعوا الاستراتيجيات، وبعدين بيخصصوا الموارد البشرية والمالية والتقنية لتنفيذها وصولا لتحقيق الأهداف. طيب احنا عندنا المديرين بيتخذوا قرارات مختلفة على حسب المستوى الإداري. فالمديرين مثلا على مستوى الإدارة العليا بيتخذوا قرارات استراتيجية طويلة المدى، لكن مديرين الإدارة الوسطى بيعملوا تنفيذ البرامج والخطط المقدمة من الإدارة العليا، ويقوم المديرين التنفيذيون بإنجاز النشاطات التشغيلية للمؤسسة. وكل مستوى من المستويات الإدارة بيحتاج لمعلومات خاصة بيه، وده بيعني إن اختلاف نظم المعلومات بتختلف عند كل مستوى. تالت حاجة عندنا تكنولوجيا. تعتبر التكنولوجيا من المكونات الأساسية لنظم المعلومات، وبيستخدمها المديرين كأداة لمواجهة التحديات. وبتتمثل في إيه؟ التجهيزات المادية والبرمجيات، تكنولوجيا التخزين، ودي بتتضمن الوسائل المادية لتخزين البيانات، وتكنولوجيا الاتصالات بمختلف مكوناتها المادية ومجموعة البرمجيات التي تربط تلك المكونات بحيث تسمح بتحويل البيانات من مكان إلى آخر. البيانات دي بتبقى عبارة عن إيه؟ نصوص أو أرقام أو أصوات. طيب واخر حاجه الشبكات. والشبكات دي متمثله في شبكه الانترنت والانترنت والاكسترنت، والتي تستخدم اساسا في تبادل المعلومات بين الافراد والمؤسسات. وهنعرف الفرق التفصيل ما بين شبكه الانترنت والانترنت والاكسترنت في الفصل السادس ان شاء الله. وعموما الشبكات دي ليها اهميه كبيره بالنسبه للمؤسسات، لانها بتمكنها من ضمان وبث وتبادل المعلومات الاساسيه لمختلف الطبقات داخل التنظيم، وبتسمح بتبادل المعلومات المختلفه مع الشركاء الخارجيين للمؤسسه، وبتوفر قاعدة بيانات تحتوي على كم هائل من المعلومات تهدف التسيير العملي للأنشطة.
أنواع القرارات الإدارية في المنظمات عندنا 3 أنواع رئيسية من القرارات حسب المستوى الإداري. أول حاجة عندنا القرارات المهيكلة، تاني حاجة عندنا القرارات شبه المهيكلة، وآخر حاجة عندنا القرارات غير المهيكلة. إيه هي القرارات المهيكلة دي؟ هي قرارات روتينية متكررة بتكون فيها إجراءات اتخاذ القرار واضحة ومحددة بشكل مسبق وفق معايير مبرمجة. طيب، وغالبا ما تتخذ القرارات دي في أنهي مستوى؟ في المستوى التشغيلي. ومن الأمثلة عليها إجراءات صرف الرواتب، تسجيل الفواتير، ونقطة إعادة الطلب في المخزون. تاني نوع عندي إيه هو؟ القرارات شبه المهيكلة. القرارات شبه المهيكلة دي بتكون فيها جزء من المشكلة واضح والإجراءات شبه محددة. يعني إيه شبه محددة؟ شبه محددة يعني بتكون غير كافية لاتخاذ القرار وبتحتاج لبعض المعلومات حول المشكلة. طيب، أمثلة عليها إيه؟ إجراءات تعيين موظفين، توسع في مناطق جديدة، فتح تخصص جديد. آخر حاجة عندنا القرارات غير المهيكلة، هي عكس بالظبط القرارات المهيكلة. فإحنا قلنا القرارات المهيكلة هي قرارات إيه؟ روتينية. يبقى القرارات غير المهيكلة هي قرارات غير روتينية وبتكون فيها الإجراءات بتاعتي غير محددة وتتخذ في ظروف عدم التأكد، وغالبا بتكون القرارات دي في أنهي مستوى؟ مستوى الإدارة العليا ضمن ظروف غير مؤكدة. زي إيه؟ عندي أمثلة عليها مثل فتح أسواق جديدة أو خط إنتاج أو شراء نوع جديد من المعدات أو تعيين مدير بسبب حالة وفاة أو أي ظرف طارئ. وتتميز هذه القرارات بعدة مميزات زي إيه؟ إن هي جديدة وليها آثار هامة على نشاط المؤسسة، بيصعب تحديد المعلومات التي تتطلبها عملية اتخاذ القرار. ليه؟ لأن إحنا قلنا إن هي قرارات غير روتينية وتتصف بالتعقيد وعدم التكرار وارتفاع درجة المخاطرة، وتتم عادة في ظروف متغيرة وغير معروفة، وبتمارسها الإدارة العليا في المؤسسة لأنها تتعلق بسياسات عامة واستراتيجية. بعد كده هنتكلم عن نظم المعلومات والمستويات الإدارية للمنظمات. المهمة الرئيسية لنظم المعلومات بمختلف أنواعها هي تقديم المعلومات المختلفة والنماذج والتحليلات المناسبة للإدارة. ليه؟ عشان تقدر تاخد القرار المناسب في الوقت والزمن الصحيح. عندنا 3 تصنيفات رئيسية من نظم المعلومات بتخدم المستويات التنظيمية المختلفة في المنظمة، وهي نظم المستوى التشغيلي، نظم مستوى الإدارة أو التكتيكي، ونظم المستوى الاستراتيجي. هنتكلم دلوقتي عنهم واحدة واحدة. أول حاجة عندنا نظم المستوى التشغيلي، ده تعمل على مراقبة النشاطات والمعاملات التجارية في المنشأة من تسويق وإنتاج وتصنيع مالية ومحاسبة وموارد بشرية. تمام. تاني حاجة عندنا نظم مستوى الإدارة أو التكتيكي، ده نظام معلومات على مستوى مراقبة الإدارة تعمل على دعم المراقبة والمراجعة واتخاذ القرار وإدارة الأنشطة في الإدارة الوسطى، وغالبا ما تدعم هذه المنظمات القرارات شبه المهيكلة. طيب، نظم المستوى الاستراتيجي، ده نظم معلومات تدعم نشاطات التخطيط طويل الأجل والاستراتيجي، وده بيكون للإدارة العليا في المنظمة. تنقسم نظم المعلومات المرتبطة بإدارة المنظمات إلى 4 أنواع. إيه هما؟ نظم معالجة المعاملات TBS أو Transaction Processing System، نظم المعاملات الإدارية MIS أو Management Information System، نظم دعم القرار DSS أو Decision Support System، نظم دعم الإدارة العليا أو الإدارة التنفيذية ESS Executive Support System. أول حاجة هنتكلم عنها نظم معالجة المعاملات TBS. إيه هو نظم معالجة المعاملات TBS ده؟ ده نظام معلومات محسوب بيعالج وبيسجل البيانات الناتجة عن أحداث مبادرات الأعمال الروتينية اليومية. وطالما قلنا أعمال روتينية يبقى بيخدم أنهي مستوى عندي؟ مستوى التشغيلي. طيب، يعتبر نظام معالجة المعاملات ده المنتج الأكبر للمعلومات التي تستخدم في جميع أنواع النظم الأخرى، وبيهدف لتحقيق عدة أهداف عندي. إيه هما؟ أول حاجة ضمان وفعالية كفاءة العمليات في المنظمة وحفظ وتخزين البيانات لحين نطلبها على شكل تقارير ومراقبة أوضاع التشغيل الداخلي، وبيزود نظم المعلومات بالبيانات الضرورية اللي بتخدم المستويين الإداري والاستراتيجي. عشان كده قلنا إن هو المنتج الأكبر للمعلومات اللي بتستخدم في أنواع النظم الأخرى. تاني حاجة هنتكلم عنها نظم المعلومات الإدارية MIS. إيه هي نظم المعلومات الإدارية MIS دي؟ دي نظم معلومات اتصممت لخدمة وظائف المستوى الإداري في المنظمة. إزاي؟ عن طريق إن أنا بزود المديرين في الإدارة الوسطى بالتقارير الفورية عن الأداء الحالي والتقارير الخارجية،
وبتخدم نظم المعلومات الإدارية وظائف التخطيط والمراقبة واتخاذ القرار في المستوى الإداري. إذ بتقدم تقارير أسبوعية أو شهرية أو سنوية للمهتمين من المديرين لدعم القرارات شبه المهيكلة. تتميز نظم المعلومات الإدارية دي بعدة مميزات. إيه هما؟ مساندة اتخاذ القرارات النمطية والمتكررة، مما يسمح بتحديد المعلومات اللازمة لاتخاذها بصفة مسبقة. تاني حاجة، بتساعد المديرين في المستوى التكتيكي، وبتساعد على إعداد التقارير اليومية عن العمليات الجارية، كما تقدم تقارير استثنائية في حالات اختلاف الوضع الفعلي عن الوضع المستهدف، وكذلك تقارير عند الطلب للحالات الغير متكررة. بتعتمد على سيولة البيانات والمعاملات التجارية، وتساعد على اتخاذ القرار باستعمال البيانات الحالية والسابقة. زي ما ليها مميزات ليها برضو عيوب. ايه هي عيوب نظم المعلومات الإدارية؟ ان هي ليس لديها إمكانيات تحليلية كثيرة، وهي نظم غير مرنة نسبيا، ولها توجه داخلي وليس خارجي. يعني ايه؟ يعني ان هي تعني فقط بالأحداث الداخلية في المنظمة. تالت حاجة هنتكلم عنها هي نظم دعم القرار DSS. ايه هو نظم دعم القرار DSS؟ ده نظم معلومات على مستوى إدارة المنظمة، بتساعد مدير منفرد أو مجموعة صغيرة من المديرين لحل مشكلة نوعية، وبتدعم اتخاذ القرارات شبه المهيكلة وغير المهيكلة في المنظمة. وبيعمل النظام ده على تقديم الدعم المباشر للإدارة الوسطى والإدارة العليا، وليه عدة مميزات. ايه هي المميزات بتاعته؟ أول حاجة إمكانية تحليل عالية، تاني حاجة مرونة الاستخدام، تالت حاجة التفاعلية اعتمادا على البيانات الداخلية اللي جايه لي من نظم معالجة العمليات ونظم المعلومات الإدارية، وبيستعمل أيضا بيانات خارجية من البيئة المحيطة. رابع نوع والأخير عندنا هو نظم دعم الإدارة العليا ESS. ده نظام معلومات على مستوى الاستراتيجي في المنظمة، وترى ما قلنا مستوى استراتيجي يبقى مصمم لمساعدة الإدارة العليا في اتخاذ القرارات غير المهيكلة من خلال تصاميم متقدمة، وده بيعتمد على نظم معالجة العمليات ونظم المعلومات الإدارية كمصدر للمعلومات الداخلية، وبيعتمد على نظم المعلومات الخارجية وقواعد بيانات تجارية. آخر حاجة هنتكلم عنها في الفصل الثاني هي العلاقات التبادلية بين نظم المعلومات في المنظمة. الشكل اللي قدامي ده بيبين لي ان نظم المعلومات بترتبط وتتفاعل مع بعضها البعض بعلاقات تبادلية. هنا نظم معالجة المعاملات TBS ده بتقدم لي المعلومات المختلفة المجتمع لديها من النظم الوظيفية الى نظم دعم القرار DSS ونظم المعلومات الإدارية MIS. ونظم المعلومات الإدارية MIS بتقوم بدورها ايضا بتقديم المعلومات لنظم دعم القرار DSS. والشكل ده برضو بيبين لي ان نظم دعم القرار DSS ونظم المعلومات الإدارية MIS بيزودوا نظم دعم المديرين التنفيذيين ESS بالمعلومات والنماذج اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية. وكده احنا خلصنا الفصل الثاني. شكرا.